السلام عليكم اخوات لاباس، اخوان والاخوات لاباس عليكم، كيف بقيتوا؟ لاباس، كل شيء بخير، اتمنى على الله يكون كل شيء بخير وعلى خير مع هذا الخبر ديال هذا الصباح هذا اللي جا ديال المرض وديال كورونا اللي دخلت البلاد. كنا كنتمنى وما يكونش هذا الشيء هذا، والله الخوت كنا، لان احنا ضعيفين الحاله من إن شاء اي الله. ناحيه. هو الانتشار اكيد غادي يكون لان دول اخرى راه داروا الاحتياطات اللازمه، ولكن مع ذلك انتشر المرض. نتمنى ونتمنى ان شاء الله على سيدي ربي، ربي ما يخيبناش لان ضعيفين الحاله. قالوا يا ضعيف الحاله والى جاك رمضان، هي هذه ديالنا حنايا. ايوا الخوت، نتمنى ان شاء الله هذا الشيء هذا ما ياثرش علينا نفسانيا. دابا حتى نفسانيا المرض كياثر، ما تنساوش، لان الانسان يسمع شي حاجه كتأدي للموت راها صعيبة، ماشي سهلة. ولكن نتمنى على الله ربي يحفظنا ويحفظ البلاد ديالنا ويحفظ الجميع، لأن ما عندناش ليه هاد المرض، ما عندنا ليش استطاعة ماديا معنويا كل شيء. أي ولا حول ولا قوة إلا بالله. نتمنى على الله إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين، ونتمنى الخير للجميع. هادشي اللي كاين. حالة حاجة وحدة الخط اللي بغيت ندوي على هذا المرض هذا اللي هو كورونا، هاد الفيروس راه صعيب، ماشي راه ماشي صعيب، راه كينتشر، كينتشر بواحد السرعه، لان الانسان ملي كيكون حامل الفيروس راه تيكون معاه، تيكون في وسط الناس، في وسط الناس معلوم، ما كيكونش غير بوحديتو، راه دائما الانسان تيكون في وسط الناس. وهاد الناس هادو خصهم ياخذوا الاحتياط من بزاف ديال الحوايج، لان الا ما خداوش الاحتياط غيزيدوا للطين بله. حنا عندنا الطين غيبدا يفزق ونزيدوا له الماء، هي غادي نوليو حاله الله. اذا الانسان خصو ياخذ الاجراءات ديالو، انه ما يمشيش للبلايص اللي هي عامه بزاف بزاف، اللي غادي يقدر يهدى، لان هذا الشيء دابا حنا كندويو على دابا الحمد لله ان كاينه حاله وحده، ولكن من بعد ما عرفناش شنو يقدر يكون، لان حتى حاجه ما مضمونه. دول اللي هو اللي هي عظمى راها تصابت بالفيروس وكثر عندها. اذا حنايا ما نستهونوش بالامر، لا ماشي مشكله، لا حنا عندنا عاد زياده على هذا الشيء الطبيعي اللي خايبين. شنو هما الطبيعي اللي خايبين عندنا؟ الواحد كاين القلات في الزنقه ديال الماء، ملي كيكون سخون الحال الانسان تتلقى غرف كيشربوا منه الالاف ديال البشر. هذه حاله خاصه عندنا. عندنا التسلم بزاف بزاف، التسلم الانسان تيبقى يسلم حتى كيعيا، لا من اليدين ولا من الوجه. هذا الشيء هذا كيخلي يقدر، هادو غير احتياطات دابا الانسان خصو ياخذها، انه يبعد من هاد الامور ويبدا يغسل يديه ويحاول انه ياخذ الاحتياطات ديالو من اي حاجه، لان فين ما قبض مشينا غير هكا المرجان وقبضنا الشاريو وشدينا فيه، واش هذاك الشاريو ما غيكونش فيه فيروس؟ راه غير الفيروس ديال سميتو ديال الرواح، فيروس ديال الرواح راه كينتشر بسرعه. خلي عليك دابا اللي قال هذاك الفيروس اللي هو صعيب. اذا الانسان هاد الامور يحاول يبعد منها، او يدير قفازات. الصراحه يدير قفازات، الانسان يدير ليغات، ملي غيكون غيمشي يتقدى ولا شي حاجه، باش ما يكونش شي فيروس منتشر ولا شي حاجه. نحاولوا نديروا الاحتياط لراسنا. الامور راها دابا في واحد لوستاد اللي هي قليله، قليل نقول تقريبا، ما عرفناش الحالات شنو هما دابا الان، راه كاين الفيروس داخل، ولكن ما عرفناش شحال الناس اللي هما مقيوسين، وهذوك الناس كيقيسوا عاود ناس اخرين، وداك الشيء بسرعه كيتكون، راه ماشي زعما خصو وقت كبير ولا داك الشيء دغيا كي هذا. ولهذا الخوت الانسان ياخذ الاحتياطات ديالو. نتمنوا على الله ان هذا الشيء ما ينتشرناش، لان الا مشى حتى انتشر راه كارثه، كارثه عظمى عندنا هنايا في المغرب. ان ما عندناش القوام، ما عندناش القوام عباد الله، راه ما عندناش التجهيزات الكافيه للبشر. راه الانسان يخاف على راسه. البلايص العموميه اللي فين كيتجمعوا الناس بزاف بزاف بزاف، يحاول البلايص العموميه الانسان يحاول ينقص منها، ما يبقاش يمشي ليها، هادي باش ما ياثرش على وليداتو وعلى الوسط ديالو وعلى المهم. يحاول، حنا كنقولوا غير نحاولوا. البنادم الله يستر، حنا كنشربوا من كاس واحد، الاغلبيه ديال المغاربه كياكلوا في طبسيل واحد، كيشربوا في كاس واحد، كثيرية العائلات مساكن اللي هما يا الفقر،
الفقر عندنا كثير، لان الناس كيديروا تبصيل واحد وكاس واحد العائله. اذا هذا سبب، حتى هو هذا هو حتى هو سبب كبير باش انه المرض ينتشر بسرعه، والناس اللي كينعسوا سته وسبعه في غرفه واحده. عندنا حالات زعما ديال الازمه نيد الفقر، وهذا اللي كيخلي المرض يزيد اكثر ينتشر. هذا هو المشكل، والناس راه انتشر عندهم واخا غير واحد في البيت، واخا في العائلات داروا جاهم الفيروس، لان حنايا عندنا العادات مزيانه، ولكن ماشي مزيانه ملي يكون شي مرض ولا يكون شي حاجه. الصراحه الواحد يحني عليك بالبوسان حتى يطيح لك حنكك. هذا الشيء راه صعيب، نحاولوا نتفاداو هذا الشيء هذا، وإلا ما تفاديناش راه الإنسان الاختلاط بزاف راه صعيب علينا. ما غاديش نتفكوا من هاد الحريرة هادي كما تيقولوا، راه مشكلة كبيرة. نتمنى إن شاء الله نديروا السلوك ديالنا يكون متوازن، ما نضروش الغير وما نضروش ريوسنا. واللي عنده وليداتو يحاول انه يغسل لهم اليديدات وتكون نظافه النظافه، الانسان يحاول يدير النظافه بشحال ما قدر من جهده، لان هذا الميكروبات اصلا كتكون كتكثر عند الدراري اللي هما ما كيعرفوش وما كيفهموش. والانسان ياخذ الحيطه والحذر، وداك الاماكن العموميه وفين ما مشى الانسان ملصق يديه كذلك. غير الدراري دابا الا ديناهم لشي بلاصه وكان يدخل الدري كيلعب ويدخل وما يغسلش يديه راه كارثه. اذا هنا الدور ديال الامهات يعتنوا بوليداتهم وما يخليوهمش عرضه للوسخ، لان حاجه كتجر حاجه. حنايا ما غاديش نقول لكم انا غادي كنفهم في المرض بزاف، ولكن على الاقل الانسان ياخذ الاحتياط ديالو، لا مع وليداتو ولا مع الناس اللي كيجيو من برا. سورتو الناس دابا اللي عندهم الجاليه المغربيه اللي هي برا، وعندهم كاين دول اللي راهم كثر عندهم الفيروس. اذا نديرو احتياطاتنا بزاف. ما عرفتش انايا الدوله راه غتاخذ الاحتياطات اكيد، لان هذا الشيء راه ماشي في صالح البلاد. ودابا القضيه ولات جديه، لان واخا غير حاله وحده القضيه راها جديه، وكنتمنى على السلطات تاخذ الحذر من الناس اللي كيدخلوا علينا برا. الناس اللي كيدخلوا برا كتار بزاف الصراحه. وهذه حال هذا الشيء هما الله يكون في العوان. راه كاين الجاليه اللي هاربين من المرض، ما نكذبوش على راسنا، كاين الناس اللي برا وكيبغيين يدخلوا لبلادهم ويكون الاطمئنان عندهم وما يقدروش يعيشوا في هذا الفيروس اللي هو في بلادات اخرى. ولكن راه ما عندنا ما نديرو، راه ربي قدر علينا هذا الشيء هذا. والا كثر عندنا هذا الشيء هذا الانسان ياخذ الاحتياط. انا تنقول لكم الانسان ينقص عليه من بزاف د الحوايج اللي غتادي به المرض، ويستقر في دويرته، والا كانت شي حاجه ضروريه يقدر يديرها ماشي مشكله. ولكن احنا كنشوفوا التطورات ديال الحال شنو غيكون، لان اليوم كاين مريض غدا يكونوا العشرات. اذا هذا الشيء راه حنا قادمين عليه، راه ماشي نقول نضحكوا على راسنا ونقولوا كما تيقولوا واحد اخرين احنا الحمد لله. سيدي خذ الاحتياط ديالك، ما تقول لي شيء، الفيروس راه قاتل، راه ماشي شي حاجه ديال اللعب. ما عندنا شيء حنايا، ما احنا عندنا المناعه. تعيا خويا تكون عندك المناعه، تعيات كل المناعه راه ما غاديش الانسان يقدر يقاومها، راه المرض اللي كيؤدي للموت. اذا حنا في هذه الظروف هذه خصنا نكونوا نديروا الحذر، نردوا البال اكثر، هذا هو اللي مطلوب منا. نردوا دابا الخوت، ما بقاش غير خصنا الواجب، دابا اكثر من الواجب وبزاف الحيطه والحذر وكل شيء خصنا ناخذوا منه الاحتياط، لان هذا الشيء كيعمنا كاملين على العموم. راه عندك عائلتك، عندك جيرانك، عندك الاقرباء ديالك، عندك الناس اللي كيجيو يدخلوا عليك داخل، اللي كيدخلوا عليك وكيجيو ضياف. اذا الانسان القضيه خصها تكون معممه ديال الاحتياطات، هذا الشيء اللي كاين باش نقصوا من هذه الافه هذه. واخا اننا حنا ما غنقدوش نقصوا منها، لان صعيبه يقول لك الواحد راه غيسد عليه ويبقى هذا، راه ما تمكنش.
ما يمكنش الانسان لا بدا غيخلط وليده، غيخلط المجتمع، غيخلط، غيكون في خدمته، غادي يكون في الطوبيس، غادي يكون في طاكسي، غادي يكون في التران، الناس اللي كتسافر في الترانات تيكون داك الهواء مغلوق. اذا هادشي كله الانسان خصو يدوي عليه. راه الموقف ما بقاش محدود غير في راه واحد مريض راه شدوه في السبيطار، لا، يمكن الفيروس ملي كيتسرب راه كيعدي وكينتشر بسرعه، غير لا ربي جا من جهتنا. هادشي اللي نقول. ايوا الخوت، انا دويت على قد الاستطاعه اللي عرفت، اما الانسان راه هذا. نتمنوا على الله ربي يحفظنا ويحفظ المسلمين ديالنا كاملين، والله الا كانت قطعوا عليهم كاملين مساكن هادو كلهم اللي في الدول العربيه، ولا ما نبغيوش هادشي حتى في الدول الاخرى، راه ما نبغيوش، لان المؤمن هو اللي كيبغي الخير للجميع. ما نبغيوش والله الا، واخا هادشي وقع دابا في الصين وفي هادشي، راه بقاو فينا والله الا. شفنا شي حالات الا يتاثر الانسان فيها ويبكي، لان حتى واحد ما كيبغي يموت بهالطريقه، وحتى حد سميتها والروح عزيزه عند الله، حتى حد ما تقول له الموت راه غيجيك وراه غادي يكون سعيد، هادشي راه ما يمكنش. ولهذا الخد نتمنى وان شاء الله من عند ربي الخير، ونكون هاد الفيديو هذا خفيف وظريف على قلوبكم، وخذوا الحذر والحيطه. وهذا ما نقول لكم، وفي هاد الحال الموقف هذا الانسان راه كل واحد راه خاصو يدير الواجب اكثر من الواجب. الاكثريه الدراري الصغار، حاولوا باش انكم تنقيوهم، وانهم يكونوا ديما غاسلين يديداتهم، وانهم يكونوا بزاف بزاف، لان ما كنعرفوش هاد الشيء شنو غادي يطرى من هنا للقدام. دابا الامور راه غدا، دابا الامور راه غدا علينا مهله، نحمد الله ونشكره، ولكن الحذر لابد منه، والحيطه، وناخذوا الاحتياطات الخوت ديالنا. هادشي اللي بغيت نقول لكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله ان شاء الله الواحد ياخذ بالنصيحه، والنصيحه وكما كيقولوا الوقايه خير من العلاج. فعلا اي حاله الانسان خاصو الوقايه 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 الوقايه، راه هي كل شيء. يقدر الانسان زعما يفلت منها، راه الانسان لابد الا دار الوقايه راه شويه الامور تخفف علينا. انا كندوي على العموم، الوقايه على العموم، هادشي اللي كاين يصوب الله. نتمنى وعلى الله ان شاء الله نكون فتكم ولو بشي حاجه قليله، وهادشي اللي كاين الخوت، وندعيو. سمعوني، الدعاء 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 الدعاء، اوصيكم بالدعاء. راه ما كاينش شي حاجه اللي غتقدر حنا تفيدنا، احنا مالي الحاله ضعيفه، من غير الدعاء نتوجهوا لصيدي ربي ونصليو وندعيو. هذا احسن سلاح نقدروا نحاربوا به ريوسنا، ونحاربوا به المرض اللي دابا هو دخل علينا. نقول لكم الصراحه، ربي يصوب لينا شي تصويبه من عند الدول الاسلاميه كامله والدول الاخرين. هادشي اللي كاين الخوت، نتمنى تبقاو على خير وبخير، وتهلاو في ريوسكم، تهلاو في ريوسكم، وبعدوا وبعدوا شحال ما بعدتوا من داك الخلقه ديال الناس، راها مزيانه. ربي يصوب لينا ولجميع المسلمين يا ربي، امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.